نادى موسى لشعب إسرائيل وقال لهم: اسمعوا يا شعب إسرائيل، اللي هقول لكم عليه ده تحفظوه وتعملوه بالظبط. الرب إلهنا عمل عهده معانا على جبل حوريب وقال لنا: أنا الرب إلهك الذي أخرجتك من مصر حين كنت عبدا، لا يكن لك إلها غيري، لا تصنع لك صنما، لا تحلف باسم الرب إلهك للباطل. قدس يوم السبت، اعمل في ستة أيام، وفي اليوم السابع يوم الراحة تقدمه للرب إلهك. أكرم أباك وأمك لتطول أيامك على الأرض، ويعطيك الرب إلهك خيرا في الأرض. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور ضد قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا بيته، ولا حقله، ولا خادمه، ولا خادمته، ولا بقرته، ولا حماره، ولا شيء مما له. ودي كانت الكلمات اللي قالها الرب لموسى على جبل حوريب.